إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا الصباح توفت رفيقتي في الحياة، ماتت مسكينة من بعد عشرة طويلة عانت فيها الحلوة والمرة، والله غالب عطاها الله وبغاها الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ناحية ديال الصحة ديالي أنا راني كنتبع لا سمو فترات ديال تصفية الدم، لأن عندي فشل كلوي، وكنتمنى على الله أنه يطول العمر شيئا ما حتى يمكن لنا نعود نتلقاو مع الناس من جديد ونأديو ما وجب علينا. وشكرا لكم جميعا، شكرا لجميع القنوات الإلكترونية والجرائد المكتوبة والمسموعة، وبارك الله فيكم على الاهتمام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.